يلي عم يصير فينا هذا تاريخ، تاريخ بينكتب، فعم يتوثق التاريخ بالفيديو، كانوا يوثقوا التاريخ على الورق صح؟ هلا خلينا نوثق تاريخنا. بكره اذا الله كتب لنا، اذا الله كتب لنا عمر يعني، وبكره انتم كبرتوا بتحكوا لاولاد اولادكم تقولوا لهم والله هيك كان يصير معنا وكنا نكون بالمدرسه والى اخره.